السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف الترم الثاني برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي، وان شاء الله النهاردة هنشرح اخر جزء في شابتر 3 او في الفصل الثالث Buying, Selling and Saving. Buying الشراء، Selling البيع، and Saving والادخار. وطبعا ده في المحور الثالث How the world works او كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 71 او صفحة 71، والنهاردة هنكمل وهنشرح بيج 72 او صفحة 72، وعنوانها brainstorming او العصف الذهني. brainstorming او العصف الذهني. يعني ايه العصف الذهني يا اصحابي؟ العصف الذهني هو ان انا افكر وانتوا تكونوا قاعدين معايا بتفكروا في نفس الموضوع، ونقعد بعد كده نتبادل الافكار. يعني احنا مثلا بنفكر في حاجة معينة، كلنا مع بعض قاعدين بنفكر فيها، وبنعمل تبادل للافكار اللي بتيجي في عقلنا. ده اسمه العصف الذهني او البرين ستورمينج. فالعصف الذهني هنا او البرين ستورمينج اللي احنا هنعمله او تبادل الافكار اللي احنا هنعمله خاص بايه يا اصحابي؟ خاص بمسرحية صغيرة. المفروض ان احنا واحنا في الكلاس روم او في حجرة الفصل، المستر او المس او اور تيتشر هيقسمونا المجموعات. كل مجموعة يا اما تكون من اربع طلبة او ست طلبة او اقل حاجة من اتنين من الطلبة. المهم ان يكون كل مجموعة فيها اتنين او اكتر، اتنين او اربعة او ستة. فطبعا ده المجموعات دي هتعمل مسرحية او play. يعني مسرحية، واحنا كلنا عارفين يعني ايه مسرحية او play، اللي هو الشو او العرض اللي احنا بنتفرج عليه في التلفزيون او في المسرح. بيبقوا واقفين على ستيج او على منصة، ممكن يبقوا واقفين قدامنا عادي. بيبقى فيه شخصيات في اي مسرحية، الشخصيات دي اللي هم بيمثلوا الافراد او الشخصيات اللي في المسرحية. يعني مثلا واحد بيبقى بيعمل حاجة والتاني بيرد عليه، واللي بيحكم الكلام والاحداث اللي بتحصل بينهم دي حاجة اسمها السكريبت او النص. فالمسرحية او البلاي بتبقى عبارة عن جزء تمثيلي احنا بنمثله او احنا بنتفرج عليه لو احنا الجمهور اللي بيتفرج عليه. طبعا الجزء التمثيلي ده بيحكي حدوتة، بيحكي عن موقف، بيحكي عن حاجة، وطبعا بيبقى فيه شخصيات او كاركترز، وبيبقى فيه كمان مكان بتدور فيه المسرحية او الاحداث بتاعت المسرحية اللي هو البليس او المكان اللي بيدور فيه الاحداث دي. وبيبقى فيه كمان احداث بتحصل في المسرحية نفسها، الاحداث دي اللي هو حصل ايه، بيحكولنا عن ايه، ايه المفروض الاحداث اللي بتحصل اثناء المسرحية دي. يبقى اي مسرحية بيبقى ليها اكتر من عنصر او اكتر من حاجة بتكونها. اول حاجة الكاركترز او الشخصيات، الناس اللي بتظهر لنا في المسرحية وبيحكولنا الحكاية، بيورونا المسرحية دي بتدور حوالين ايه. تاني حاجة المكان او البليس اللي بتدور فيه المسرحية دي، يا ترى المسرحية دي او الاحداث بتاعت المسرحية دي حصلت فين. وتالت حاجة الايفنتس او الاحداث، المسرحية دي ايه هي احداثها والاحداث دي بتحكي عن ايه بالظبط. فهنا بيقول لنا برين ستورمينج او العصف الذهني او تبادل الافكار. وبيقول لنا كمان You will write a play. انت سوف تكتب مسرحية about buying and selling goods. about يعني عن، buying يعني شراء، and selling وبيع goods البضائع. انت هتكتب مسرحية عن شراء وبيع البضائع. The first step
الخطوة الأولى first الأولى أو الأول step الخطوة is to brainstorm is to brainstorm إن إحنا نتبادل الأفكار with your group مع الفريق بتاعك with your group مع المجموعة بتاعتك زي ما قلنا المفروض إن إحنا هنتقسم لمجموعات setting يعني المكان اللي بتدور فيه المسرحية setting المجلس أو القعدة اللي انتم أو المكان اللي انتم قاعدين فيه where will your play take place where يعني أين will سوف your play مسرحيتك take place تأخذ مكان فين المكان بتاع المسرحية بتاعتك characters الشخصيات who will be in your play who يعني من وده طبعا للسؤال عن الأشخاص will سوف be يكون in your play في مسرحيتك والإيفنتس الإيفنتس أو الأحداث what will happen what ما أو ماذا will happen سوف يحدث in your play في المسرحية بتاعتك فهنا بيكلمك إن أنت المفروض دلوقتي هتقول لنا الكاركترز أو الشخصيات اللي في المسرحية بتاعتك اللي هي بنسأل عنها بهو زي ما احنا شايفين قدامنا والسيتنج أو الوير أو البلايس اللي بتدور فيه المسرحية المكان اللي بتدور فيه المسرحية والإيفنتس أو الأحداث what happens ماذا سيحدث أو ماذا يحدث فطبعا احنا ممكن عشان خاطر نعمل البلاي الجميلة بتاعتنا واللي هي بتتكلم عن الباينج والسيلينج او بتتكلم عن البيع والشراء بتاع الجودز احنا ممكن نعمل مسرحية مثلا عن البيكري او المخبز فطبعا هيبقى في عندنا الكاركترز البيكر او الخباز وطبعا الكاستمر او الزبون او العميل اللي جاي يشتري الحاجة من البيكري فهنكتب في الكاركترز هنا البيكر او الخباز والكاستمر او العميل او الزبون ممكن حد تاني يكتب الكاركترز كاركترز تانية ممكن حد يكتبها مثلا الاحداث دي هتدور في الفارماسي فيبقى الفارماسيست والكاستمر برضو ممكن حد يكتب مثلا ان الاحداث دي هتدور مثلا في التوي ستور يبقى هيكتب مثلا السيلر والكاستمر ممكن حد رابع يكتب في مكان تاني المهم ان الكاركترز دي بتعبر عن شخصيات موجودة في مكان بيبيعوا فيه الجودز او البضائع المختلفة فأنا هكتب هنا البيكر أو الخباز والكاستمر أو العميل طبعا السيتنج أو الوير اللي هي بتكلمنا عن البلايس وير يعني أين والسيتنج طبعا مكان اللي بتاخده المسرحية دي البلايس بتاعها فين فهنكتب هنا البيكري أو المخبز طب والإيفنتس أو الأحداث What happens يعني ماذا سيحدث طبعا هنكتب هنا ايه buying bread شراء خبز الاحداث ان احنا ايه طبعا الكاستمر ده رايح البيكري علشان يشتري خبز فهنا دي الكاركترز البيكر and الكاستمر والسيتنج او البلايس البيكري والإيفنتس طبعا أو الأحداث buying bread أو شراء الخبز وبكده نكون أنهينا البيج دي وعرفنا يعني إيه brainstorm ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 73 أو صفحة 73 وعنوانها writing our script writing يعني كتابة our script يعني السكريبت أو النص بتاعنا وزي ما قلنا في البيج اللي فاتت ان اي بلاي او اي مسرحية او اي شو اي عرض بيبقى ليه سكريبت او نص الناس الكاركترز او الشخصيات بتتكلم بناء على السكريبت ده والسكريبت ده كمان بيحدد الايفنتس او الاحداث اللي بتحصل في البلاي دي او في المسرحية دي فطبعا اي مسرحية ليها سكريبت فانا بيقول لك رايتنج
كتابة our script، السكريبت بتاعنا او النص بتاعنا. فبيقولك هنا complete يعني اكمل، the sentences الجمل below الموجودة بالاسفل، to create لتنشئ your script النص بتاعك، then ثم بعد ذلك assign حدد يعني حدد او عين one character شخصية واحدة to each يعني لكل group member عضو من اعضاء الفريق، to each group member لكل عضو من اعضاء الفريق، يعني انا هجيب كل مجموعة او كل group من المجموعة من الجروبس المختلفة واقول الافراد بتوعها كل واحد مين اللي هيبقى الكاستمر او العميل ومين هيبقى السيلر او البيكري او الفارماسيست او الشخص اللي بيبيع الجود في المكان بتاع بيع الجودز دي. فانا هعمل اساين او هعمل تعيين تحديد لكل شخصية من الشخصيات، كل عضو من اعضاء المجموعات المختلفة اللي هم الجروب ممبر، يعني هقسم الادوار على كل الافراد الموجودة في المجموعات المختلفة، حدد مين اللي رايحين يشتروا ومين اللي موجودين بيبيعوا الجودز المختلفة في الأماكن المختلفة. مكتوب هنا the dots is working in the، يبقى the baker الخباز is working in the bakery، الخباز شغال في المخبز. فالمسرحية بتاعتنا هنا بتدور حوالين البيكري أو المخبز، والخباز طبعا شغال في المخبز. هنقول the baker الخباز is working in، يعمل في the bakery المخبز. customer one يعني العميل رقم واحد او الزبون رقم واحد. arrives يصل. at the store الى المتجر، في المتجر، يبقى هو وصل في المتجر دلوقتي. store worker one العامل اللي في المتجر، والعامل ده رقم واحد، بيقول ايه؟ بيقول hello can I help you هل استطيع ان اساعدك، can I help you. فالكاستمر بيقول له، اللي هو الكاستمر نمبر 1، بيقول له I am looking for، فهو رايح المخبز. هنقول مثلا ان هو be looking for او بيبحث عن البريد، فيقول له I am looking for bread انا ابحث عن الخبز. فالستور وركر او العامل اللي في المتجر نمبر 1، طبعا العامل رقم واحد، بيقول of course بالطبع let me show you where it is، خليني او دعني اريك، let me show you دعني اريك where it is اين هو. فطبعا هو وراله البريد موجود فين. فالكاستمر نمبر 1 او العميل او الزبون رقم واحد بيقول هنا how much does bread cost وطبعا هنا في الدوتس دي هنكتب bread يعني الخبز، cost بيكلف، تمنه كام. فالستور وركر نمبر 1 ده بيقول له ايه؟ it costs، ان هو يكلف، هنقول مثلا 5 pounds بيكلف 5 جنيهات. فالكاستمر 1 او العميل رقم واحد ده بيقول here is، وبيطلع له طبعا التمن او البرايس، وبيقول له here is 5 pounds، هنكتب هنا 5 pounds، فضل 5 جنيهات اهو انا هشتري خلاص. فالكاستمر نمبر 1 او العميل رقم واحد هنا بيعمل ايه؟ hands store worker 1 money for the item، hands يعني بيعطيله في يده، hands store worker number 1 بيدي العامل اللي في بيدي العامل رقم واحد اللي في المتجر الماني او الفلوس for the item اللي هي تمن العنصر اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو البريد. فبيديله تمن الايتم او العنصر ده وبيديها له في ايده، فبيقول له اتفضل ايه الفلوس بتاعت الخبز اهي. طب الستور وركر نمبر 1 هنا بيقول thank you، شكرا لك، here is your bread وهنا طبعا هنكتب bread، اتفضل الخبز بتاعك. بعد ما خد الفلوس طبعا من الكاستمر هيديله طبعا الخبز، فبيقول له ايه thank you شكرا لك،
Here is your bread. ها هو الخبز بتاعك. Store worker 1 hands the item to customer 1. Hands يعني بيعطي في يده. The item العنصر ده to customer 1 للعميل او للزبون رقم 1. طبعا customer 1 بيقول له thank you شكرا لك. والستور وركر 1 بيقول له nice doing business with you يعني كان شيء لطيف ان احنا نقدر نعمل لك اي بزنس او نقوم لك باي خدمة تجارية. nice doing business with you. وطبعا الكاستمر 1 بيقول له you too انت ايضا. have a nice day اتمنى لك يوم سعيد او يوم سعيد. والكاستمر 1 leaves يعني بيغادر. The store المتجر بياخد بعضه وبيمشي. وهنا لحد هنا البلاي الاولانية انتهت خلاص لحد customer 1 ما بيعمل leaving او بيغادر الستور. هنا البلاي الاولانية انتهت. وطبعا البلاي دي كان فيها شخصيتين اللي هي الكاستمر 1 والستور worker 1. زي ما قلنا لو الجروبس متكونة من اتنين فهنا اول جروب ادى البلاي بتاعته او المسرحية بتاعته. طب لو الجروب متكونة من 4 characters او 4 شخصيات هنعمل سكريبت تاني وهنعمل مسرحية تانية. هنروح للسكريبت التاني المفروض اللي هو خاص بالشخصيتين التانيين في الجروب. وهنا هنقول ان في store worker 2 و customer 2. فالستور وركر 2 اللي هو العامل رقم 2 stands يقف behind خلف the cash register اللي هي ماكينة دفع النقود او ماكينة تسجيل النقود اللي هو واقف يعني عند الكاشير مثلا. فهنا الكاستمر 2 او العميل رقم 2 ده arrives at the store arrives يصل at the store الى المتجر. store worker 2 العامل رقم 2 بيقول ايه؟ بيقول hello اهلا can I help you هل يمكنني ان اساعدك؟ فهنا الكاستمر 2 او العميل رقم 2 بيقول مثلا do you have any لو احنا في البيكري ممكن نقول do you have any cake هل لديكم كيك او كعك. فهنا طبعا do you have any cake. ممكن اقول كمان do you have any لو احنا مثلا في الفارماسي do you have any toothbrush فرشة اسنان. فاحنا ممكن علشان نغير نعمل البلاي التانية دي في الفارماسي فنقول do you have any toothbrush do you have any toothbrush عندكو فرشاة اسنان. فالستور وركر 2 بيقول له I think so انا اعتقد ذلك. let me show you دعني اريك where طبعا let me show you where دعني اريك اين يوجد الحاجة اللي انت بتدور عليها. فالكاستمر 2 بيقول here is it ها هي. thank you شكرا لك. how much does وبعدين في dots cost فهنكتب هنا الايتم او العنصر اللي احنا رايحين نشتريه. فهنكتب هنا toothbrush يبقى ايه here is it ها هي. thank you شكرا لك ان انت وريتني مكانها فين. how much does toothbrush cost كم ثمن التوثبراش او فرشة السنان. فالستور وركر نمبر 2 ده هيقول له ايه it costs مثلا 10 pounds 10 جنيهات مثلا. يبقى it costs 10 pounds انها تكلف 10 جنيهات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده عشان نكمل مع بعض ونوصل لبيج 75 ولسه بنكمل البلاي بتاعتنا. فكاستمر 2 طبعا بعد ما عرف ان هي بتكلف 10 pounds بيقول له here is 10 pounds طبعا هنكتب هنا على الدوتس دي 10 pounds او 10 جنيهات اتفضل 10 جنيه اللي انت عايزها تمن التوث براش دي. فالكاستمر 2 hands يعني بيعطي في يد store worker 2 او العامل رقم 2 ده money for the item المال مقابل طبعا العنصر اللي هو بيشتري اللي احنا هنا بنتكلم عنه اللي هو التوث براش. store worker 2 او العامل رقم 2 بيقول له ايه
thank you, thank you, شكرا لك. Here is your, here is your, والدوتس دي هنكتب عليها طبعا ايه؟ توث براش. ها هي التوث براش اللي انت عايزها او فرشة السنان اللي انت عايزها. Thank you, شكرا لك. Here is your tooth brush. ها هي فرشاة الاسنان الخاصة بك. الستور وركر تو hands the item to customer تو. Hands يعني بيعطيه في يده، يبقى هو بيديله في ايده the item العنصر to customer تو للعميل او الزبون رقم اتنين. Store worker 2 العامل رقم 2 ده بيعمل ايه؟ بيقول thank you شكرا لك for your business، لان انت اتعاملت معانا واشتريت مننا. Thank you for your business، شكرا ان انت اتعاملت معانا واشتريت مننا. فالcustomer 2 بيقول له have a nice day، have a nice day، اتمنى ليك يوم سعيد، اتمنى ليك يوم لطيف. nice يعني لطيف. و customer 2 هنا في الاخر بيعمل ايه؟ بي leaves يعني يغادر the store المتجر. ف leaves the store يعني بيغادر المتجر. ومع واول ما هو بيعمل leaving او بيغادر الستور بتبقى البلاي انتهت او المسرحية انتهت. وهنا كتب لنا customer 1 customer 2 store worker 1 و store worker 2. وهنا الدوتس دي هنكتب عليها اسماء الجروبس. يعني مثلا هنا لو اول لو الكاستمر 1 كان في الجروب بتاعتنا هو مثلا الطالب عبد الله، فهنكتب هنا اسمه عبد الله. طب لو كاستمر 2 كان مثلا اسمه مثلا عبد الرحمن، كان اسمه محمد، كان اسمه حسن، كان اسمه مينا، هنكتب هنا مينا. والستور وركر 1 هنكتب عليه برضو اسم الطالب او الطالبة اللي قامت بالدور، والستور وركر 2 هنكتب برضو عليه اسم الطالب او الطالبة اللي قامت دور. وبكده احنا عرفنا اجابة الدوتس دي. يعني هنكتب على كل دوت قدام كل كاركتر اسم الطالب او الطالبة اللي قام بالدور ده. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 76 او صفحة 76 وعنوانها costumes and props. costumes اللي هي الازياء and the props والاكسسوارات. يعني ايه ازياء ويعني ايه اكسسوارات يا اصحابي؟ الازياء اللي هي الملابس اللي بيلبسها الكاركترز او الشخصيات في اي بلاي او في اي مسرحية. يعني مثلا الخباز بيبقى ليه لبس معين، الفارماسيست بيبقى ليه لبس معين، السيلر او البياع في السوبر ماركت بيبقى ليه لبس معين، بنسميه اليونيفورم او الزي بتاعه او الفورم بتاعه، الزي اللي هو بيلبسه. فكوستيومز اللي هي الازياء، الازياء دي اللي بتخلينا اللي بيلبسها الكاركترز او الشخصيات وهم بيعملوا البلاي او المسرحية، علشان يخلونا نحس ان هم فعلا شغالين في المكان ده وبتدور الاحداث دي فعلا، ويبقى الموضوع شكله مقنع اكتر. فدي اسمها الكوستيومز او الازياء، الازياء اللي هي الملابس اللي بيلبسها الشخصيات في المسرحية. طب البروبس، البروبس اللي هي الاكسسوارات، هي اي حاجة ممكن نستخدمها برضو واحنا بنمثل، بتعبر برضو عن الاحداث اللي احنا بنحكي عنها. مثلا في البيكري ممكن يبقى البريد عبارة عن بروبس او اكسسوار. يعني الخبز اللي احنا بنتكلم عنه لما نجيب خبز واحنا بنتكلم، ده بيعتبر اكسسوار او حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نحكي القصة ويبقى الموضوع مقنع اكتر. لو في الفارماسي لو جبنا التوث براش هتبقى دي بروبس او اكسسوار، بحيث ان احنا نتكلم ويبقى في ايدنا الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها في المسرحية بتاعتنا. لو في اي حتة تانية بنتكلم عن اي جود تانية، ممكن نجيب الجود دي ونمسكها في ايدنا او نتكلم عنها وهي موجودة معانا في البلاي، بحيث ان هي تبقى اكسسوار وتبقى المسرحية مقنعة اكتر وناجحة اكتر. طبعا الكوستيومز اند بروبس او الازياء والاكسسوارات دي جزء مهم جدا في اي بلاي او في اي شو او في اي مسرحية. فهنا بيقول لنا decide يعني قرر. what costumes اي الازياء and the props والاكسسوارات
should be used يجب أن تستخدم in your play in your play في المسرحية بتاعتك. فهنا طبعا جيب لنا الولد الصغير ده هو بيفكر في أول حاجة الكوستيومز الكوستيومز أو الأزياء. ممكن مثلا هنا نكتب لو احنا بنتكلم عن الفارماسي هنكتب مثلا الفارماسيست بيلبس ايه يا اصحابي؟ بيلبس جاكيت ابيض طويل فهنكتب هنا white coat. white coat يعني جاكيت ابيض طويل يبقى هنا white coat او جاكيت ابيض طويل. طب والبروبس البروبس او الاكسسوارات هنكتب هنا مثلا فلو احنا بنشتري التوث براش اللي احنا كنا بنتكلم عنها هنكتب هنا توث براش توث براش او فرشاة اسنان. يبقى هنا الكوستيومز او الازياء هتبقى وايت كوت جاكيت ابيض طويل اللي هو بتاع الفارماسيست او الصيدلاني. وهنا البروبس او الاكسسوارات هتبقى مثلا توث براش توث براش او فرشاة اسنان. طب هنا كاتب لنا في اخر البيج I will try to bring in I will try انا سوف try يعني احاول to bring in bring يعني يحضر to bring in ان انا احضر يبقى انا احاول ان انا احضر معايا حاجة من البيت. ايه اللي ممكن احضره من البيت؟ ممكن مثلا انا اجيب معايا التوث براش حتى لو كانت توث براش قديمة بحيث ان احنا واحنا بنعمل البلاي بتاعتنا نستخدمها كأنها بروبس او اكسسوارات تساعدنا ان احنا نعرف نمثل المسرحية بتاعتنا بشكل احسن. فاي ويل تراي تو برينج ان انا سوف احاول ان احضر ايه بقى؟ هنكتب هنا على الدوتس دي مثلا توث براش احاول ان انا اجيب معايا توث براش. يبقى هنا احنا اكملنا الدوتس دي وكتبنا في الكوستيومز وايت كوت والبروبس كتبنا توث براش وكمان احنا ممكن نحضر معانا واحنا رايحين نعمل البلاي دي او المسرحية دي ايه توث براش حتى لو كانت قديمة بحيث ان احنا نستخدمها كبروبس او كاكسسوار نقدر نستخدمه واحنا بنمثل المسرحية بتاعتنا. كده نكون انهينا بيج 76 او صفحة 76 وانهينا معاها شرح شابتر 3 وشرح المحور الثالث وانهينا معاهم شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.